أن تسأل السلام من جلوس ليس سنة، السلام في الداخل وكذلك للخارج، يسلم فليست الأولى بحقه من الثانية. بارك الله فيك، بسم الله. سلام. صليت وراء رجل صلاة الظهر، عند صلاة الركعة الأولى انتهى وسلم وقال لي أنه مسافر وانصرف، فكيف أودع لي أن أتم صلاتي؟ تقوم تصلي الركعة الثانية، ثم تجلس تشهد الوسط الأوسط، ثم تصلي الثالثة، ثم تصلي الرابعة، وتتشهد التشهد الأخير وتسلم، فقط تتم ما بقي عليك. جزاك الله خيرا. وإياك.